من غير ما تقولوا وتلتوا قولوا للحسد اهدم بطوا هاتهم عالشاشة يتحطوا والنعمة اتخلقوا كده دوتوا عزمي وأشجان عزمي وأشجان عزمي وأشجان عاملين قلبان عزمي وأشجان عاملين قلبان دول جمني يا إنس وعصص بنس وفي الأشجان جدني وشاكي شان لا كمال وشادية ولا نور وبوسي أشجان وعزمي لأ دول خصوصي وأنجلينا وبيت ده كان زمان عزمي وأشجان عزمي وأشجان في الدنيا بص شوف كان بطن مخلفة إنما أشجان وعزمي دي دماغ متكلفة مع إنه يبان عبيط وتبان متخلفة بصين اتجمعوا والحب اللي اتكسر ده هو بنطلون أشجان تبقى الكسر عزمي وأشجان عزمي وأشجان أشجان يا حب عمري مطرح ما يسري يمري كليني على العشاء اخي عليك يا عزمي بحبك حب وهمي وفيك متكلبشة ده الحب ما بينا اصلي ومش اي بتنجان عزمي وأشجان أمجد زهير رجل أعمال صاحب نادي اف سي بول الرابع على الدوري الراجل ده شماله بيخسر أمواله في لعيبة الكورة احنا هنتاجر في اللعيبة ده انت مش عارف احمد فتحي من مصطفى عمر يا أشجان تاجر في اللعيبة ازاي لا 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 انا ما اقصدش اللعيبة دي خالص احنا ربنا ادانا كل حاجة زي ما انت شايف لا واضح بلدك طبعا عندك واسع الصحة والفلوس ما شاء الله لكن حرمنا من نعمة الخلفة عندنا ألف طالب يتمنى هذه الكفاءة والله خد يا أبو الأفريقي تعالى حلو تعالى أهو واحدة أهو اللهم صل على النبي هو ده عز الطالب برافو عليك يا جابو راسو أنا عايزاك تمسح الأطباق دي مسح بص يا وحش أنا هديك خبرتي في الحياة يا عندك انت مش ملبسين احمد مظهر في النمر الاسود يا ابني انت لابس حسن شحاته تطير انت يا حلوف احنا ملبسينك كده عشان ما تظهرش قدامه بشخصيتك الحقيقيه احنا هنبيعه على انه لعيب كوره اه فهمت كده عايزك بقى تروح تشتري جنكار وشويه كور كده ها عشان لازم نبدا التدريب ازيك يا كابتن مبسوط اني شايفك يا كابتن والله ربنا يخليك منور الدنيا ربنا يخليك انتوا المنورين معلش بقى يا كابتن يعني الملعب مش قد المقام احنا قلنا نعمل معسكر مغلق كده بعيد عن الاضواء الشكليات دي كلها ما تفرقش معايا اهم حاجه الجثه لا من ناحيه دي بقى انا هجيب لك جثه يعني اللي تقول لي بقى معروف يوسف ولا طلعت زكريا يبقى كده اتفقنا عن التكل على الله ماشي يا كابتن يا جابو جابو تعال سلم على الكابتن ده مين اللي جابه ده؟ ابننا يا كابتن، انت مش شايف الشبح ولا ايه؟ ده فولة واتقسمت نصين، ده جاي في الليلة عتمة ده ولا ايه؟ معلش بقى يا كابتن اصل احنا خلفناه في شهر العسل في جنوب افريقيا، وانت عارف ان هناك سمر بقى فالاطفال بتلقط. طيب يا كابتن تحب نبدا بقى التمرين؟ يلا عشان ما نضيعش وقت. يلا يا كابتن. ورضا يا رضا، الدلع يا رضا، رضا يا رضا، الدلع يا رضا. Thank you.
انت متخلف انت. ايه الغباء بتاعك ده؟ انا قلت لك تعمل كده. هو تملي كده كسفنا وجايب له روحه التهذيب. انا ما بتكلمش على جوزك، انا بتكلم على الزفت ده المحروس ده اللي هو مبوظ الشغل كله من اول اليوم لغايه دلوقتي. ليه بس يا كابتن؟ ما هو جابها هو ده زي كريستيانو. ده كريستينا مش كريستيانو. هو احنا يعني هنقعد في طول اليوم في جمله واحده؟ الدوري المصري بتاعنا لازم له طبيعه خاصه، ده ما ينفعش فيه، لازم يكوع عشان ياكل عيش. بالطريقه ديت مش هياكل عيش، ما ينفعش. معلش يا كابتن، ما اديله فرصه ثانيه. معلش معلش، ما تسيبه يكوع. طب اخش اكوع انا يا كابتن على ما اخلص. بطل هزار، اقف يلا، ركز يا هو. مالك يا عاد؟ مالك؟ اهو كده بقى تمام، كده تاكل عيش عندنا كده. انت زي الفل اهو. ايه ده؟ ايوه يا اخوان، تعالى قومني اعمل بيبي. حاضر يا روح. معلش يا كابتن. اكبر رحيم. انتوا معايا يا رجاله ونبى يا كابتن بعد اذنك. يلا. داني دخت السبع دخات يا بيه لحد ما وصلت له. لا الف سلامه عليكي طبعا. انت لا يمكن تتصور الكلاب النصابين دول عملوا فينا ايه. عملوا ايه الكلاب؟ انطقي. ده كتب عليا ورماني ليله الدخله وهرب. هرب ليله الدخله؟ المغفل. طب كان يهرب بعد الصباحيه. يا بيه. لا ما تشغليش بالك. ما تشغليش بالك خالص، وعايزك تهدي وتطمني. دلوقتي لو جبت لك صور بعض المشتبهين تعرفي تطلعي العيال النصابين دول؟ ده انا اطلعهم من وسط مليون بني ادم، دول قشطونا يا باشا. لا لا لا، انا عايزك تهدي وتتمالكي اعصابك يا. انت اسمك ايه؟ دايره. اوعي تقولي على نفسك كده ابدا، الحاجات دي اسمها ونصيب، وان شاء الله ربنا يعوضك بابن الحلال، يعني الحاجات دي ما بتحسبش كده. انا اسمي بايره. وربنا؟ انت اسمك بايره؟ بايره حسين النواحيدي. بايره ازاي؟ ونواحيدي؟ يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا كابتن حسام. سيادتك بتستخدم لي المكتب في اعمال غير مشروعه ومحول المكتب كافيه تعزم فيه خطيبتك. يا فندم الحراج، وطبعا بتعزمها على مشروبات على حساب الوزاره والوزاره تدفع. يا فندم الخيال اللي حضرتك بتقوله. خيال ايه؟ دي خطيبتك، انا عارف سوقك. خطيبه ايه يا فندم؟ حضرتك مش فاهم الصوره يا فندم. العصابه اللي احنا بندور عليها وقعت يا امهر باشا. اها، لابد عن يوم محتوم تتردي فيه المظالم، اسود على كل مظلوم وابيض على كل ظالم. العصابه مهما دوختنا أكيد هتقع. وقعتي يا قطة. لا 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 لا، مش دي، مش هي دي. لا 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 يا كابتن حسام، أنا هحقق مع الولية دي بنفسي وأخليها تقول على كل شركاتها. لا يا فندم حضرتك فاهم غلط. أنت اللي فاهم الداخلية غلط يا سيادة النقيب. أنا عارف الأشكال دي كويس، ما يغركش جمالها وطعمتها وحلاوتها وريحتها. لا قمر باشا أرجوك يا فندم، لا أوعى تعمل كده. هنفضل نطبطب لحد إمتى؟ يا قمر باشا حرام عليك، حرام عليك يا قمر باشا، هتموت الشهيدة الوحيدة اللي عندنا. ها؟ شاهدة؟ أيوة شاهدة. ده أنا لسه ضاربها بإيدي، وأنا إيش عرفني يا ابني إن هي شاهدة؟ يا فندم حضرتك مصر تضرب الأبرية بس؟ ما أنا عمال أقول لحضرتك من الصبح مش هي دي. لا هي دي. مش هي دي. لا هي دي. حلاوة. ولا إيش عرفني إن هي حلاوة؟ أنت مش قلت لي إن العصابة وقعت؟ أنا افتكرتها واحدة من العصابة. حرام عليك يا قمر باشا، ده وش عصابة؟ ده وش عصابة ده؟ لا إله إلا الله، والله ما كان هايل علي أضربها. أنت شملتها خالص. معلش بقى، معلش حقك عليا. وديها لأي حد يرمها على البارد وجيبها لي استجوبها. روحي معايا يا بنتي، روحي. تعالي يا دايرة معايا. ستوب 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 ستوب. ده بقى اللي انا كنت خايف منه. بقى مش مستحمل 3 4 اقلام، امال هتعمل ايه قدام 30 40 الف متفرج؟ هيحطوا الليزر في عينك يا ابني. مش قد اللعبه ما تلعبش. يوه، ما بالراحه على الواد شويه يا كابتن. وبعدين هو احنا جايبين حضرتك عشان تعلمه لنا ليزر؟ احنا عايزين حضرتك تعلمه ازاي يترقص لنا تارجتين. نعم يا اختي، هو في ابنك بيتمرن في فرقه فنون شعبيه؟ يا امه جابه. اهم من الشغل ضبط الشغل. وبعدين الدوري المصري صعب جدا، اقوى من الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي ما فيهوش ليزر. يا سلام، اصلا الدوري الانجليزي ما فيهوش ليزر، عندنا هنا فيه ليزر وفيه شتيمه بالاب والام. ها يا بايره، بايره بايره، انا مش عايزك تخافي ابدا ابدا ابدا. اللي حصل معاكي ده غلطه لن تتكرر مره اخرى، ومش هسمح ابدا ان هي تتكرر معاكي تاني. ها اشربي بقى القصب عشان لو اسود بيبقى وحش قوي. ها شكريني يا باشا. دايرة عايزك تركزي معايا، انا هعرض عليكي فيديو لمجموعه نصابين، وعايزك تقولي لي اذا كانوا هم دول اللي نصبوا عليكوا في البلد ولا لا. سيبك منه يا قمر، انا اللي هعرض عليك،
انا جايب البروجيكتور ده من عندي في البيت. على فكره ده بروجيكتور ولايت سيستم، يعني واحنا بنتفرج على الفيديو هتلاقي الشاشه لعلطت كده. كان عليه عرض من كارفور بس الحمد لله. جرايه يا امهر باشا، بس سيبنا نشوف شغلنا بقى. ايه اللي انا جايبه من ايه؟ شغل صاحب الكوره ده امهر باشا. لا ده مش شغل صاحب الكوره. انا عارف حماس الشباب وقد ايه ان هم نفسهم يعملوا حاجه، بس الحاجات دي محتاجه خبره. يا امهر باشا الله يرضى عنك، سيبنا نشوف الشغل. يا اما قسما بالله لو ما سبتنا نشوف الشغل ناخد بايره واطلع على مشهور باشا واوري له الضحيه الجديده. حسام حسام، مشهور باشا ايه اللي دخله ما بيننا؟ ولا نسيت الصم والبكم؟ لا لا، صم وبكم ايه يا حسام؟ الله فيه ايه حسام؟ يبقى سيبنا اعرض عليه. حسام انت الضابط المفضل عندي. امسك يا سيدي اهو ادي الريموت. على عضه الحجاره مهما تعالى عضه هضعضها تاني. خلاص بقى يا حسام، هضعضها في ايه؟ قول لي مشهور، قول لي اي زفت. عشان الشغل بس يا امهر باشا. ركزي كويس يا بايرة. هما دول النصابين اللي نصبوا عليكم في البلد؟ اه. ايوه هما دول. يحيى العدل، تعيشي وتجيب لنا حقنا يا حكومي. واحنا لسه قبضنا عليهم يا بايرة، احنا لسه هنجيبهم. هنقبض عليهم يا امهر باشا. لو رفعنا البصمات من عند بايرة في الدوار، كده يبقى قطعنا نص الطريق. فعلا يا حسام عندك حق. بصمات بيضة وزي الفل. سيبني بقى مع الشاهدة عشان ارفع البصمات دي بنفسي. شاهدة ايه يا امهر باشا؟ انا بتكلم على بصمات النصابين. ما انا بتكلم برضو على بصمات النصابين. اكيد النصابين دول حد لمسها بايده، حد حط ايده عليها، حد سلم عليها، اكيد في بصمات. يا امهر باشا اتقي الله بقى، كفاية اللي عملته في البنت. يا امهر باشا سيبك انت، سيبك منه، تعالي هات وريني. ها يا مدام اليسار. لا اليسار ايه وخيمه ايه؟ لا يا حسام ما في ايه. الو. ايوه يا حياتي. لا 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 في الشغل والله، غرقان لشوشتي. اه والله عملتوا الصبانخ. طب خلاص انا جاي على الغدا. مش وقت غدا؟ جاي على العشاء، جاي على العشاء. خلاص يعني صار في ايه؟ الله سيبيني عشان شغال. 3 2 1 كده بقى خلصنا تمرينة النهارده وعملت كل المطلوب. حلو قوي. مستعد بقى لتمرين بكره ان شاء الله. بس في حاجه بقى مطلوبه منكم. ايه؟ ان شاء الله بقى كده شويه لبس دلع شيك مع شويه ترنجات مع عربيه اللي هي بتتفتح لفوق. ليه ليه العربيه اللي بتتفتح ليه؟ المظاهر اهم حاجه في الاحتراف يا مدام. عشان ابنك يحترف والناس تجري وراه ورؤساء الانديه شويه المظاهر دول. طب والموهبه؟ ما في، احنا عندنا اصلا مدربين يا محترم. المدربين كلهم يا اما وسع وصلى على النبي يا اما حل الله يسترك. انما ايه اللي بيحصل محدش بيعرف ولا حد دريان. يا لهوي عندنا سمك لبن تمرين، ده احنا عندنا كوره، ده كله بيلعب بطريقه الفنكور. هجص يعني يا كابتن؟ كله هجص؟ كله هجصين وانا اول هجصين. معقول؟ وعشان تكمل كمان الهجصين ده كمان لازم يروح عند ابراهيم الصغير يعمل شعره عشان يكمل التمثيليه، لان لو عملش شعره مش هيحترف، لان ده برضه من ضمن المظاهر بالنسبه للمدربين. بس بس طب يا كابتن، وبالنسبه للاكل بقى، الغذاء بقى؟ بالنسبه للغذاء لازم شويه ريش متدلعين كده. ايه ده؟ مع شويه موز بلدي، مع شويه بيتيلو طبعا، مع شويه ايه ولسه في شويه ايه. ايه يا كابتن كل ده؟ مش المفروض ياكل اكل هيلسي مش فاتس؟ ده مش لابنك المحروس، ده ليا. امال انا وقفتي دي بالسهل. وبعدين ما تنسوش كمان اهم حاجه الويسكي. ايه ويسكي؟ امال ايه ده؟ ما بتعرفش الويسكي الشعبي ولا ايه؟ لا اللي هو ايه؟ مية السلطة. شوف انا دماغي راحت. لا ده انت نيتك وحشة بقى. لا نيتك راحت حتة تانية خالص. معلش لا مؤاخذة يا كابتن. لا يا عم من عينينا يا كابتن، من احلى ويسكي اكون عندك يا كابتن. ان شاء الله يا حبيبي. ماشي يا كابتن، ماشي يا كابتن، ما تحلمش منك يا كابتن، ربنا يكرمك. خلاص يا فيفي كده كفايه. جو جو جابوا جو سيبا. ك
كده بقى عنب الواد جابه نسخه من ساديو ماني. لا هو مين ساديو هاني ده يا كابتن؟ ده انت جاهل قوي. ساديو ماني ده لاعب في السنغال بيلعب مع محمد صلاح في ليفربول. اللهم صل على النبي، ايه الحلاوه دي؟ مدحت شلبي معانا. هو في السنغال ولا في ليفربول؟ اكرس يا غبي بقى. المهم يا جماعه دلوقتي احنا ناخد الصور دي ونفبرك عليها شويه اخبار كده ان ساديو ماني نزل مصر عشان خطب بنت مصريه جميله من شبرا. ميرسي استاذ عزم. وانه قرر انه يسيب انجلترا خالص ويجي يعيش في مصر جنبها. يقوم بقى صاحب النادي بتاع اف سي بول يتجنن ويموت ويشتري اللعيب. طب والواد ده مش هيتكلم ويسلمنا؟ يسلمنا ايه؟ هو فاهم حاجه؟ خليه كده ياكل ويشرب عمره ما هيفتح بقه. وهل تعتقدون بقى انني مغفل؟ يا ابن العفريتة ده طلع مدبلش. يبدو انكم قد نسيت انني ادرس في جامعه الازهر واتحدث العربيه بطلاقه. عجبا عليكم ايها النصابون، تعتقدون انكم اذكى الناس في حين انكم بلهاء. استاذ عباس ابو الحسن تفضل خلي بالك من كلامي. ماذا دهاكم؟ تتعاملون معي على اني طور الله في برسيمة بينما ادرك كل ما تخططون له يا عصبه الشر. كلا البت يا سيدي، تف من بؤك، انت لم ترى معنا غير كل خير، استهدى بالله كده ونحن تحت امرك. لا تقلقوا، سننفذ المهمه لاخرها، ولكن عليكم اولا ان تنشفوني السبيج. سبيج؟ الواد ده من الويلي، لا يمكن يبقى من الصومال. طب حس كده بقى طلباتك يا ابن عمي. حسنا، اريد فيلا في التجمع بحمامين سباحه وسياره مرسيدس بنز موديل العام. بنز دي تبقى خالتك. خد عمه جابه وروحه، العمليه ليه؟ امرك يا قبطانه. هل انت شلون ابلغ المخفر؟ مخفر مخفر ليه ان شاء الله؟ نحن لم نفعل شيء. وبعدين ده احنا اكلناك ولبسناك وشربناك، وانت ولا تعرف عننا اي حاجه. ولا تعرف اننا ساكنين في 22 شارع. بس اكرس يا حمار يا غبي، هتودينا في داهيه؟ خلص يا جابو معانا ولا هتعض الايد اللي اتمدت لك؟ حسنا، فلنجعلها شقه في الليبيني بمطرحين و60 الف جنيه وسياره كيا بيكانتو بعد الصوت ونشغل مهرجانات دلتا ميوزك. بقول لكم يا جماعه، الدوري ده لازم ناخده السنه دي على لازم ناخده السنه دي. مش عايز يبقى فيه اي نادي فيك يا مصر تمن غير هو نادي اف سي بول بتاعي. يا سعاده الباشا احنا مش ساكتين والنتائج بتاعتنا زي الفل. الاسبوع اللي فات عملنا كام ماتش حلوين قوي، بس مساله ان احنا ناخد الدوري دي مساله صعبه وما وعدكش. وحياه ابوك يا شهودي، بلاش الاحباط والنبر اللي انت مولود عليه. قلت هناخد الدوري يبقى ناخد الدوري يا شهدي. خلاص يا سعاده الباشا، ناخد الدوري يعني هناخده؟ هو اللي هياخده احسن مننا. قول لنفسك. وانت عم كراديو. كريدو ايه؟ ده كولمان. امال كراديو فين؟ ما انت مشيته اول امبارح لما عزمك على البسين انت والعيله ومراتك على عشاء. امال مين اللي جه بعده؟ بلبصور. ما تحترم نفسك يا شهدي، مين اللي بلبصور؟ بقول لك بلبصور بالره، بلبصور. بلبصور، قول لي يا عم الريس، الواد اوانس ما لعبش ليه؟ سكوتي ترفينجا وترافيز اوانس. اتس نوت يور بزنس، يو اندرستاند؟ لا ده بزنس وشغلي وانا اللي افهم فيه، يا عم ده انا دافع فيه 20 مليون جنيه، عارف يعني ايه 20 مليون جنيه؟ يعني العب بكل جنيه اللي طفحت الدم فيه. ايزو ميرتا رابيتا. انت اللي ابن 60 عبيطه، انت بتشتمني. ما بيشتمكش، بيقول لك ترابيطه. يعني ترابيزه بالايطالي. انت شايف كده شو؟ ما كيس موندو دي يعني مال ابيوتا. بيقول ايه؟ بيقول لك انه ملوش عيش في البلد دي. في 60,000 ترابيزه انت واللي معاك. بقول لك انت كمان يا عم المترجم، قوم ماني طايق اشوف وشك. مع السلامه. السلام عليكم. سلام. ايه ناقصه؟ بقول لك ايه يا شهدي، هات الواد محمد كلبش يدرب الفريق. كلبش ايه؟ ده كان مسؤول على الحمامات بتاعه الجمهور واحنا جدناه عشان يدلك الفريق. هيدرب ويدلك في نفس الوقت، عندك مانع يا شهدي؟ أنا ليا وجهة نظر. طبعا يا باشا، يدلك ويمرن. إحنا مودينا في خير إلا وجهة نظرك. قول يا رب. يا رب. وعملت إيه مع مين اللي هيحكم الماتش اللي جاي دوت؟ كابتن أنور عبد الحفيظ، والحكام بقى دي مقفولة. أنا مش عايز حاجة يا شهدي، أنت ليه ضميرك سيء من ناحيتي؟ أنا كل اللي طالبه بس تقول له يفوت لي 7-8 بلنتات، وأي هجمة عندي على الجول يحسبها أوف سايد، في حاجة دي يا شهدي؟ لا لا، 7-8 بلنتات لا لا ولا أي حاجة. والعيال اللي هتبوظ الماتش للفريق التاني عملت فيهم إيه؟ جايب لك عيال كده شماريخ قول، أزايز فاضية قول، طوب قول، ليزر. أيوة. تحب أجيبهم عشان يجربوا معاك؟ أنت عبيط يا شهدي، هتجيبهم يشتموني.
بس يلا. صباح الجماعه يا زكريا. صباح الخير يا اخويا. ايه الاخبار؟ زي الفل كله تمام. والباب ده هيفتح اول ما ادخل ولا لازم ازق؟ الباب ده عطلان بقاله 6 شهور يا راجل. مش طول انا جبت لك الجرايد اهي بدل ما تروح انت تجيبها. اي خدمه. تسلم يا اخويا ما تحرمش منك. خش بقى الباب التاني. مستر امجد مستر امجد. في ايه يا مدلين؟ مالك؟ قلت لك ما تخشيش المكتب من غير ما تخبطي. هدي اعضائك شويه ولا تكونيش مفكره نفسك مدلين طبر يا اختي. ليه خبر عند حضرتك بمليون جنيه؟ خبر بمليون جنيه ليه؟ اللي مرة على الاهلي ساديو ميني بتاع ليفربول جاي هنا مصر. اهلا وسهلا. ليه جاي يتفسح شويه في الاهرامات ولا ياكل شويه فته وكوارع ترموا له جسمه؟ ايه الجديد؟ طب فته وكوارع ايه؟ قول لحضرتك جاي يستقر هنا في مصر وكمان هيلعب في الدوري المصري وكل الجرايد العالميه كاتبه انه بيحب بنت مصريه من شبرا وانه هيتجوزها ويستقر هنا معاها في مصر. ما بتجريش غير ورا الاشاعات والجرايد الصفراء يا مادلين. يا فندم مش جرايد صفراء ده الفرانس فوتبول والفان. طب نعم يا اختي. ايه برانت فوتبول والفان دي؟ سيبك من دول كمان الجرايد المصريه. بص الجرايد دي كلها كاتبه الخبر. ايه ربنا يصلك. وريني يا اختي. الأهلي والزمالك تصارعان سرا على ضم لاعب ليفربول الانجليزي اللي غيره ساديو ماني. لقد سحرتني مديحه سنجاري عشيقه معالج المكسرات على ايدها. ده ايه حب الدناوه ده؟ يعني هو سايب لي موزه لندن وجاي يحب لي مديحه سنجاري؟ استني ايه ده؟ ده السنه من 900 ايه؟ ده بيتاكد نفس كلام الجرايد ومع ان انا مش مشترك في الخدمه دي. ده رساله من ربنا يا فندم. ده رساله من فودافون. بنت مادلين انا همشي على كلامك. لازم نشوف ساديو ده فين ونمضي معاه. هتبقى صفقه الموسم. للاسف يا فندم مش هنعرف نوصله. ليه يا مبوس فقري؟ تليفوناته كلها مقفوله ومحدش عارف مديحه سنجاري دي ساكنه فين. اهو افقك ضيق. عايزك توسعي شويه يا مدلين. مش فاهمه قصد حضرتك. اهو شارع عبد القادر الرفعي. مش قلت لك افقك ضيق استاذ؟ على ماشي والوضع باخد الكره وامشي. هو ده شارع عبد القادر الرفعي امجد بيه؟ استلقطي اي واحد اتاكدي منه. حاضر. لو سمحت حضرتك ما تعرفش مديحه سنجاري ساكنه فين؟ مديحه؟ اه لا محدش انا ساكن اسمه مديحه. بس انتوا لو عايزين سنجاري بقى لزوم الفسفور والصحراء بقى في عبد الظفار على اول الشارع عنده حبه سمكه باشا. ايه؟ لا شكرا مش طالبه زفاره على الصبح. شكرا يا عم الامور نهاره ابيض. عمو اتصل على بيت مديحه؟ اه يا حبيبي. طب انتوا عايزين منها ايه؟ دي خلاص بطلت وربنا تاب عليها. ايه يا ابني بتغمز لي كده ليه؟ يعني عايزينها في شغل. اه انتوا عايزينها هي يعني؟ لا 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 احنا عايزين خطيبها. انتوا عايزين ساديو ماني اللي هو بيلعب مع محمد صلاح اللي هم مع بعض في ليفربول. ايه يا ابني انت سمع لي كتاب التاريخ؟ فين بيتها؟ طب اقول لكم بيتها وتجيب لي مصاصه. هجيب لك مصاصه وعلبه الام احمر. ماشي يا عم التنح. يلا بينا تعالوا ورايا. تعالى. يلا يا جماعه الراجل جه كله يجهز بسرعه. يلا يلا يا فيفي يلا يا جابو اقعدوا اقعدوا بسرعه. منور يا سادو يا ابني يا حبيبي. بس ما كانش لزوم يعني تجيب الشوكولاته دي كلها. كنت هات لنا فرش حشيش ولا حاجه من الجيار. يا ساتر اهل الله اللي هنا. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الريحه الوسخه دي. امر يا اخويا يا حلو. انت يا ابو خدود عايز ايه؟ انا امجد الزهيري رئيس نادي اف سي بول. اه يعني عايز تدخل الحمام؟ عملتها تحت فهميها. حاضر يا فندم هفهمها. حمام ايه بس يا فندم؟ اف سي بول ده رابع الدوري المصري. ثلاثة كاس امم افريقية، ثلاثة كاس اوروبا. ان شاء الله الدورة اللي جاية كاس العالم على طول. ما تلوني الجوزة يا ولية ولا عايزة تلعب في الاستباحة لوحدك؟ اتفضل. قلت لي بقى انت بتبيع ايه؟ ببيع ايه يا جدع؟ انت احترم نفسك. شايفني حاطط مقطف على راسي؟ ما تفهمي ايه؟ حاضر هفهمه هفهمه. امجد بيه الزهيري رئيس نادي اف سي بول. حبيبي كده؟ وبعدين احنا بنتكلم الاشكال دي ليه؟ ده واحد مدلدل لي طرطور وقاعد. يا ست الكل انا جاي لمستر ساديو. ايوه كده بقى. هي دي عباره بقى يا جدعان. الحقونا بقى من شغل المعجبين ده.
الراجل جاي يقعد مع خطيبته في امان الله، وانتوا بقى ايش تصوير وايش اوتوغرافات؟ ارحموا حياته الشخصيه يا استاذ. يا ابو شخصيه الموضوع فيه لبس وسوء تفاهم، انا مش جايه اتصور. امال ايه يا اخويا، جايه تستبح؟ لا يا ستي بطلته الحمد لله، انا جايه امضي الكابتن ساديو يمدي عشان يلعب في النادي عندي. لا مؤاخذة يا حضرة، الكلام ده مربوط شكلا وموضوع، ما عندناش لعيبه للاحتراف. اتفضل يلا مكان مطروق. عيب كده يا سنجاري، الراجل صحيح لسانه طويل وعايز قطعه، انما برضك دفنا. انت مش سامعه بيقول ايه؟ عايز يسيب الريفر ويجي يلعب في الدوري المصري؟ ده كلام يا جدعان. لا يابا احنا ما اتفقناش على كده، خطيبي ما يبعدش عني ابدا. اقسم بالله يا ساديو لو هتكمل في الريفربول دبلتك دي مش هتستنى في صبعي دقيقه واحده. اقل يا مديحه، انت تعلم ان لا استطيع العيش من دونك. يا حبيبي يا ساديو امين. يا جماعه في سوء تفاهم، المدام برضو عن مدام الى مؤاخذه الانسه عن انسه. الله، وانا كنت كشفت عليها البتاعه دي. ده البنات في لندن هيشقطوه شقط. ده كاترينا ماتسو اسمها ايه؟ زيتا جونس. زيتا جونس اللي بتقول عليها دهيت واخده شقه قانون جديد جنب النادي عشان تشقطه. سامع ياما؟ كده مات الكلام بشوقك بقى يا ساديو. يانا يا سانت كاترين. اختارك من كل وجدان يا موزه الشرق الاوسط. يا حبيبي يا ساديو يا مين؟ يرحمك، ده احنا وقعنا في العشق ممنوع ولا ايه؟ خلاص يبقى تسمع كلام حماتك وتمضي مع الزمالك، حكيم انا عمال اكنسل على الكابتن فاروق جعفر من الصبح. ايه الافلاطه اللي بتقوليها دي يا وليه؟ لو ساب الريفر مش هلعب غير في النادي الاهلي. انا عدل القاعي عرفني على الواتس. مستر ايمن هو ايه اللي بيحصل؟ مش فاهمه اي حاجه. ناس وسخه، حتى ما قالوناش اتفضلوا. يا بابا يا بابا ساديو. ده الواد زبله، استنوا ما اشوف عايز ايه. زبله وسع يا جماعه، وسع 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 وسع. يا ساديو يا ساديو تعالى يا اخويا محمد، صلاح عايزك. صلاح غريب من صلاح، دايما ياتي في اوقات غير مناسبه، ما الذي اخبره؟ محمد صلاح؟ ده الموضوع بجد شكله كده. يلا يلا تعالي نشوف اللي فشخ رجله ده، يمكن محمد صلاح موجود فعلا. خلاص يا جماعه، خلاص وسعوا يا جماعه، خلاص خلاص النجم يا عرقان. خلاص ايه يا عم ساديو كده تنزل مصر تخطب وما تدينيش خبر؟ ابو صلاح لا تؤاخذني، لقد عملناها عديه. ربنا يبارك لك يا برنس، ما تبقاش تنساني في الفرح بقى. حبيبي مو صلاح، بالسلامه انت. وده فعلا محمد صلاح ولا الهباب اللي بيشربوه ده في عطلنا؟ هو محمد صلاح عند البيت هو. عزمي واشكان عاملين قلبان، عزمي واشكان عاملين قلبان، دول جن يا انس وعلى السسبنس وفي الاكشن جيتلي وجاكي شان. عزمي واشكان لا كمال وشادية ولا نور وبوسي، أشكان وعزمي لا دول خصوصي، وأنجلينا وبيت ده كان، ده كان زمان. عزمي وأشكان، عزمي وأشكان عاملين قلبان، عزمي وأشكان عاملين قلبان، دول جن يا إنس وعلى السسبنس وفي الأكشن جيتلي وجاكي شان. الدنيا بص شوف كم بطن مخلفة، إنما إيش كان وعزمي دي دماغ متكلفة، مع إنه يبان عبيط وتبان متخلفة. بصين اتجمعوا والحب اللي اتكسر، لو هو بنطلون أشجان تبقى الكسر. عزمي وأشجان، عزمي وأشجان. أشجان يا حب عمري مطرح ما يسري يمري، كليني على العشاء. اخي عليك يا عزمي بحبك حب وهمي.
عيني وفيك متكلبشة. ده الحب ما بينا أصلي ومش أي بتنجان.